الفساد مع الفساد مانيش بسامع. يا دول شابحون والقانون لن يبطل صالحو كيل تحاسبو. اليوم الجمعة 15 جويلية 2016 خرجنا في مسيرة حاجزة نظمتها مانيش مسامع. المسيرة هذه جات في إطار مواصلتنا لتحرك كبير ضد قانون المصالحة بعد إعادة طرحه في مجلس النواب هالنهارين هذوما والسعي إلى تمريره قبل يوم 31 جويلية يعني قبل العطلة البرلمانية. بعد حملات تحسيسية وتوعوية في وسط الشارع اليوم المسيرة هذه والأسبوع القادم أيضا تحركات كبيرة تشمل مختلف الجهات باش تكون فيه نزول إلى الشارع أكبر وقوة ضغط أكبر على مجلس النواب وعلى كل من يساند قانون تبييض الفساد. مانيش مسامح حملة شبابية لكنها ناضجة ومسؤولة. نشطاء هذه الحملة في الجهاد نعلمكم أنهم بصدد الإعداد للتحركات على نفس الشكل وسنسقط هذا القانون وسنسقط.